ليا في مصر بمعرض الكتاب، وأهمية معرض الكتاب دي شيء مهم جدا، وننتظره من العام إلى العام أن يأتي إلى الإسكندرية. وخلينا نقول إنها بتبقى فرصة إن الناس تعرض شغلها وإنها تتعرف على بعض، بالإضافة إنه محفل ثقافي مهم جدا في هذه المسألة. و يعني رغم ان الكتاب الالكتروني اصبح هو السائد، ولكن ريحة الكتاب وانت ماسكه كده، وانك انت تقراه وتتصفحه ويبقى صديق ورفيق معاك، بتبقى حاجة مختلفة. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الكاتب الروائي الدكتور باسم عوض الله. اهلا وسهلا يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. يعني ربنا يخليكم، الشرف ليا دايما. كان ليك توقيع قريبا في معرض القاهرة عن كتاب جديد؟ ده حقيقي. كتابي الجديد بعنوان، هو مجموعة قصصية بعنوان رسائل الروح. أيوه. وكان في حفلة توقيع الحمد والفضل لله في المعرض، ويعني حصل بقى طبعا فعاليات كتيرة حوالين المجموعة، ولسه بقى في اسكندرية ان شاء الله كمان قريبا هيكون في برضه. امتى معرض الكتاب في اسكندرية يا دكتور؟ ان شاء الله هيبقى في حدود شهر 7 أو 8، في الحدود دي، معرض مكتبة اسكندرية. طيب خليني اكلمك عن الحركة الثقافية في الاسكندرية، اليست في تراجع في الفترة الأخيرة، بعيدا عن المكتبة، بعيدا عن يعني المكتبة بيها فعاليات دورية وموجودة بشكل أساسي، لكن الحياة الثقافية، المراكز الثقافية، قصور الثقافة، أنا بحس إنها بقت في تراجع كبير جدا. أقول لحضرتك وجهة نظري الشخصية، بالعكس، هي نشطة جدا. لكن الموضوع متعلق بالأضواء. إحنا دلوقتي في عصر، يعني كل الأدوات التكنولوجية والسوشيال ميديا، يعني يمكن هي دي اللي من خلالها نقدر نقول، هي دي اللي من خلالها بنقدر نسلط الأضواء. تعلن عن نفسك يا دكتور باسم، هو ايه القضية، ايه المشكلة انك انت تعلم وتعلن عن نفسك لو انت بتأدي او بتشتغل في حاجة مهمة؟ ما هو ده حقيقي. ما عشان كده المنتج بتاعك بقى، نعم، المنتج بتاعك هو المحتوى، هو اللي يلفت الانتباه ولا ما يلفتش الانتباه، ولا حضرتك مع ان المحتوى دلوقتي الضعيف هو اللي هو السائد؟ يعني ما هي دي بقى النقطة، ان قوة وضعف المحتوى مش هي المتحكمة بالشكل الاساسي في انتشاره. هي المسألة كلها كيفية استخدام الادوات للانتشار. يعني في محتويات ضعيفة للأسف، لكن القائمين عليها بيستخدموا الأدوات استخدام أمثل، وبيكتسبوا شهرة يعني كبيرة جدا. في النقيض بقى للمحتويات الثرية والثمينة جدا، نلاقي إن ممكن أصحابها مش محظوظين كفاية إن تبقى معاهم الأدوات دي، فطبعا بيبقى نشاطهم ومحاولاتهم واجتهادهم في حدود. أيوة. طب خليني نتكلم أكتر عن المجموعة القصصية الخاصة بحضرتك، وهل هي دي أول مجموعة ولا ما هيش الأولى؟ لا، ده مش العمل الأول، ده العمل الثاني ككتاب. يعني الكتاب الإصدار الأول ليا كان اسمه نقوش الباسم، وأنا سميته كده عشان هو كان ليه طبيعة خاصة جدا، إن أنا جمعت فيه مجموعة مختلفة من أنواع الكتابات، ما بين أشعار، رباعيات، ونصوص أدبية، ومقالات نشرت في مواقع إخبارية متعددة. فحبيت إن عنوانه يكون مظلة شامل، مش أخد يعني شكل معين. إنما العمل الثاني هو مجموعة قصصية عبارة عن عدد من القصص المرتبطة مع بعضها بشكل أدبي فلسفي صوفي. حبيت من خلالها إن يعني أخذ القارئ في رحلة روحانية يتجرد منها من كل الحياة الدونية بالظبط كده، لكن مع إسقاط على الواقع بشكل أدبي فلسفي. ليه؟ لأن هو التجرد مش معناه تخلي،
احنا لن نتخلى عن الحياه عن الحياه الدنيويه. فلكن كل جانب محتاج ان الانسان يعني يتمخض فيه بحثا، وان هو يعيشه صح عشان يفهمه صح. لان الانسان روح وجسد. بس لا نبعد عن الروحانيات لانها غذاء للروح من يعني صعوبه الحياه اليوميه اللي بنعيشها يعني. صحيح. طيب قولي الحراك الذي حدث بوجود معرض الكتاب يا دكتور والتوقيع، انت شايفه ازاي؟ حراك حقيقي مشرف ونفخر بيه على مستوى الوطن العربي اولا، ومش عايز يعني ان ممكن يعني انا لا ابالغ، ونفخر بيه كمان على المستوى الدولي لان هو اكبر معرض للكتاب في الوطن العربي بكل معاييره ومقاييسه، طبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المعارض في كل الدول العربية الشقيقة، لكن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني معرض يستحق الدراسة والتمعن في مدى نجاحه واستمراريته وتميزه في كل نسخة من نسخه. والندوات طبعا يا دكتور بتسري بشكل كبير جدا، والحضور والشخصيات، واحنا شايفين صور رائعه وجميله جدا من المعرض، ورغم ان بروده الجو في ذلك التوقيت الا ان الناس، لكن دفء المشاعر ودفء التواجد بتخلي الناس اكثر سعاده يعني جدا. احنا شايفين صور لحضرتك و يعني لكل الأجنحة الخاصة في المعرض، ودي حاجة هي يعني قولي بقى أمنياتك للقادم يا دكتور. والله أنا أمنياتي للقادم يعني لو هنتكلم بشكل عام فهو إن الإنسان أمله في الله سبحانه وتعالى، إن يعني الامل ماخوذ من الواقع كمان يعني ممكن الامل كمان قبل ما يعني قبل ان يستمد الانسان من داخله، هو ممكن يستقي من الظاهر المحيط به، وهو ان الحياه ليل ونهار. فان دوام الحال من المحال اكيد، فان الانسان ثقته في الله سبحانه وتعالى هي الايسر والافضل بالظبط كده، تخليه انه في كل المجالات وفي كل اركان حياته يكون متاكد ان طول ما هو مؤمن بوجوده ومؤمن ان هو باي قدر هو يعني حاصل عليه يقدر ان هو يكون ليه بصمه. يعني مفيش حد يستصغر ان هو مثلا مش ذو منصب، مش مع يعني مع الوضع المادي بتاعه مثلا مش في احسن حاجه، لا، كل فرد مننا ليه بصمه. لكن المهم انك انت تبحث عن ذاتك اولا، ان انت تبقى مؤمن بذاتك وتبقى واثق ان انت ليك وجود وليك بصمه. كم الطاقه السلبيه المصدره لنا في كل السوشيال ميديا والتشكيك والترهيب، و خلي بالكوا بكره مش هتلاقوا مش عارف ايه، وبعدين كل هذه القصص اللي باتت انه انا لما حد بيقول لي معلومه اقول له حضرتك مصدرك ايه بس يعني عشان ابقى متاكده، يقول لك اصل الجهات قالت لي، ولا حد قال له ولا حد عدله ولا اي حاجه، فيصدرها لنا عن طريق مساج صوتيه، عن طريق ان هو الجروبات والمجموعات الخاصه بالواتساب او حتى على سوشيال ميديا انستجرام. الناس كلها دلوقتي بقوا اعلاميين بيطلعوا يتكلموا في كل حاجه يعني، فاحنا ازاي نجابه هذه المساله؟ وحضرتك بتقول انه عندنا رساله وان احنا يجب ان احنا نكملها واحنا في معركه وعي كبيره جدا. بالظبط. الموضوع بسيط جدا، في ان اولا جذوره يعني بتبتدي من ازمنه سحيقه، الموضوع قبل التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا، وهي فكره الاشاعات. هي فكره الناس بس دلوقتي اكثر انتشارا، ما هي اكثر انتشارا عشان انت وقتها الاشاعه عشان تنتشر تاخد وقت، يعني الشائعه يعني عشان تنتشر كانت صعبه.
اليوم انت عليك بس ان تضغط ضغطة فتنتشر في العالم كله. الهشيم في النار. بالظبط كده. كالنار في الهشيم. بالظبط كده. هي بقى المسألة هنا بتقع على عاتق كل من دي يعني كل من لديه وعي كل من لديه أداة يستطيع ان هو يبقى جهة موثوق بها الناس تقدر تعتمد عليها ويقدر ازاي يروج لنفسه سواء كان مؤسسة سواء كان فرد. الموضوع ده على فكرة مؤخرا على مستوى العالم بقى محط أنظار وأضواء، وهي توعية الشعوب لتحري المعلومة المرسلة إليه خصوصا من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. طبعا نتمنى ذلك، ونتمنى في هذه الآونة أن يكون معركة الوعي خاصة بالانتماء ويعني تعظيم قيمة الوطن عن قيمة الشخصية، فده مهم قوي جدا. أنا بشكرك جدا دكتور باسم، وبنبارك لك مرات كثيرة جدا على هذه الأشياء، ويعني وجود حضرتك داخل المكتبة أكيد عنصر مهم جدا في انك انت تستطيع ان انت تستزيد من الطاقات الثقافية الكبيرة داخل هذا الصرح العظيم مكتب اسكندرية. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. يعني انتمائي لعائلة مكتبة الاسكندرية انتماء اشرف بي، ويعني الكلمات لا تكفي على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى كمان اللي بيخص جانب الكتابة بالنسبة لي، لأن إن يعني بالتأكيد أي مؤسسة ثقافية وخصوصا كمان لما تكون يعني رفيعة المستوى في رحابها لازم هتلاقي إن يعني في بذور بشرية يعني بتسقى في رحاب تلك المؤسسة. أكيد يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ومزيد من التوفيق، ويا رب سلسلة كبيرة جدا من الكتب من الكتب الخاصة بحضرتك، وأتمنى دايما أن الدراما بتخلي الكتب مجسدة. يعني شفنا قصة فيلم في الآونة الأخيرة الإسكندراني للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، فتتوارى الأجساد لكن تظل الأعمال خالدة، فشفناها في ذهنه كأنها اليوم يعني. فأتمنى أن يكون عندك مجموعة قصصية تحول يعني. أنا أتمنى جدا ويعني ابتداء أقرب للناس يعني. ده حقيقي، أنا أتمنى حتى من المجموعة القصصية الحالية يعني فيها شخوص فيها شخوص لكن يعني اقول لحضرتك مش مجسدة بشكل كيف يعني مجسدة بشكل ادبي فلسفي خفي الى حد كبير لكن في شخوص لكن في شخوص لكن في اطار كل قصة بعينها القارئ بيعيش في مثلا في احد الفقرات مع قصة فيها شخوص وبعد كده اروح اخده بقى في جولة هو لوحده اخده بقى في نفس القصة مثلا الرسالة رقم كذا الرسالة اللي هي بعنوان كذا. فطبعا الشخوص موجودين ويعني انا شايف ان ان العمل طبعا شهادتي فيه مجروحة لانه عملي لكن ممكن جدا ان هو ان شاء الله يعني يكون عمل دراما في يوم من الايام. دكتور نورتنا وشرفتنا، بشكرك جدا واليوم مبروك ومزيد من التوفيق. شكرا جزيلا. دائما في العاصمة الثانية يكون عندنا طاقة إيجابية جميلة لشباب واعد بيحاولوا انهم يحطوا اسمهم للأجيال القادمة ونماذج جادة بشكل جيد جدا. في النهاية لكم كل التحية، ويا باقي استر لنا الباقي فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. من العاصمة الثانية كانت معكم أمل صبحي.